يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعد من الله عز وجل بالتطهير والتزكية للمزكي ولماله وللفقير ولمن حوله. جمعية الأرمان بتضمن إن زكاتك توصل لأكبر عدد ممكن من الثمان جهات علشان تاخد ثواب زكاتك كاملاً. زكاتك مع جمعية الأرمان. للتبرع كاش أو فيزا اتصل ب 1945 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.